طبعا مدخلين مدخلين لهذه الصالة. انظروا الطوابير الناس، يعني كما ذكر الشاب بالمئات، ليس يعني أعداد محدودة، وإنما من كل المدينة وقراها يحضرون بمن يدعو يلبي الدعوة. الأكل هو المناسف والحلويات كما شاهدتم، وأيضا هلا 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 حبيبي. شكلك اول والله يا أصلاح. اقعد 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 اتغدى. هذا هو بيت الضيافة والتربية. إذا عمران أبو السكر ثياب ابن جودات العراقي. وين الدار؟ مهند ابن أبو جودات أخوه لأبو سكر، الله يرحم اللي ماتوا. أيضا عمران ابن توفيق العراقي. عليك ولا مش عارف؟ حرام عليك. أشارك أحبتي وأصدقائي وأقاربي طعام الغداء لخال العريس أبو محمد العراقي. طبعا كلهم من مسكي يعني. تفضلوا. الاخوان كلهم هاي المسكي وغير مسكي وميت عنك. شو عملت؟ سالت عنك وعرفت انك جيت، فصار عرس البنت مش فرصه اني ازورك. ان شاء الله تزورك وشكلك قدامي خير وسلامه والحمد لله على سلامه. حبيبي ذياب شكرا جزيلا، الله يبارك فيك. حبيبي انا شعرت انه احبتي تنتظروني بلهفة ان اشاركهم في كل مناسبة. عقبال البقية. الله يرحم ابوك. كم كنت اني حابب اشوفه، لكن سبحان الله هاي الدنيا، هاي احوال الدنيا. ودع وتلاقي، هاي الحياة. شو بتحب ترسل رسالة لأهل المسكي والعراقي في هاي المناسبة؟ الله يبارك في عمركم كلهم ان شاء الله، يهدي بالهم الجميع ان شاء الله، يكونوا بخير وسعادة ان شاء الله، وان شاء الله نرجع للبلاد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. أهل الكرم والجود حبيبي. يعطيك العافية. أهلا أبو الأمين، ليس
يسعده حبيبنا. احنا بنشوفك يعني دائما على الفيسبوك وبتتابعنا من اراضي فلسطين حبيبي، دائما بنتابع حواليا خلاص من فوق انت، ودائما بتنقل الصوره باحسن وضع ومثلنا في الجاليات العربيه تماما. صحيح نعم، احنا بدنا اياك تكون برضه بيننا هون في فلسطين في ارضك وطنك. والله بارك الله فيك، هاي الدعوة يعني إن شاء الله بفكر فيها إني أنا أستقر يعني، وحينما يعني أجهز أموري إن شاء الله سأعود إلى أرض الوطن اللي يعني عشت فيه، وأتمنى أن أدفن في هذه الأرض المباركة. أمين، نورت البلاد. حبيبي حبيبي حبيب أبو عبد الله بعد خولي. إذن أيها المشاهدون الكرام، كما تشاهدون هنا بلدي وأصدقائي والكثيرون لن أعرفهم يعني يعني بالشكل، لأنه العمر يكبر والصغار تكبر، ولكن كما تشاهدون أنني بين شعبي، وأن الجيل الذي يكون قريبا مني هو الذي أتذكره، وكما تشاهدون أن المراسل أبو الأمين في أي مكان وفي أي زمان هو معروف لدى الجميع. أنا يعني سعيد جدا أن أحضر هذه الاحتفالية، وهو فقط فترة الغداء للجميع. أستاذ زياد كيف حالك؟ اليوم بعدك أستاذ في الجامعة ولا؟ نعم في الجامعة. مدرس ماذا؟ درس الإنجليزية. حبيب أبو طارق. حبيب أبو طارق، كم سنة لك في مهنة الدراسة؟ 43 سنة. شو وصلت في مرحلة أنا معي شهادة دكتوراه أستاذ مشار. نعم. مدرس الآن بعد ما طلعت من قدس المفتوحة ودرس في جامعة ميزين. على ما أعتقد كنت مدير الجامعة المفتوحة. نعم نعم. الجامعة المفتوحة. نعم نعم. في تركيا. نعم نعم. حبيبي أبو طارق، أنا سعيد جدا إنك تكلمت. أنا كمان الحمد لله على سلامتك، أهلا وسهلا فيك. هذا يبقى. هذا يبقى. ما شاء الله، شو اسمك؟ حياك الله، شو قالوا؟ اليوم مالي ومصرفي بكلوش. ما شاء الله، أهلا وسهلا. تزوجوا؟ الحمد لله، كل التحية والاحترام، سلم على أعمامك جميعا. إذا أيها الكرام، الكرم والجود يعني شاهدوا ماذا يقدمون بفلسطين في هذه المناسبات. وجبة الغداء، ها هي الوجبات بأيديهم، ينتظرون أي إنسان يحضر إلى هذه الاحتفالية. مرحبا. كم سنة لك تشتغل هون؟ خمس سنين. كل الأعراس اللي أنت يعني حضرتها بهذا الاكل ولا بتغير الاكل؟ لا بتغير. يعني نوعيه الاكل؟ لا يعني كله مناسف؟ لا في اكلات مختلفه، مش كلها رز ولبن. في يعني الانواع حسب الطلب. حسب الطلب. كم عرس بصير في 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 الاسبوع او في الشهر؟ في الاسبوع بتراوح من 5 ل10 احنا اللي بنروح عليهم. بس هو فعليا في النهار طول كرم وصلنا 30-40-50. كم كعب في طول كرم؟ 7. حوالي 7. كل احترام كل احترام. حياك الله. هاي المعلم البوس. شو اسمه؟ اللي 13 سنة ايمن فرامي. حبيب الشعب. سلامات. احنا مراسلين اوروبا، وإلا الشرف انه نلتقي باحبتنا ونبث لاوروبا حتى يعني يشاهدونا الكرم والجود والاحتفالات اللي بتصير في فلسطين، وليس الصورة الذين تكون معششة في قلوب في عقولهم أنه يعني نحن في حالة يعني ضيقة، ولكن الظروف تلعب دور. كل مناسبة لها وقتها. ماذا تقول للجاليات المغتربة؟ أهلا وسهلا فيهم. قديش صار لك؟ هاي المهنة؟ 15 سنة. أنت الشيف اللي على السيرفس. السيرفس. كم عامل عندك؟ عندي 30 واحد. كلمة للناس يعني حتى يعني تشجعهم يحضروا ويزوجوا أبنائهم هون.
شاء الله أهلا وسهلا فيهم. وسلاماتك لكل الجالي المغتربين. عرفنا على نفسك. اسمي أيمن حراني من عتيل. حياك الله. حياك الله. طبعا العتليين في جماعتنا كمان هناك يمكن تسمع فيهم شباب من عيلة شكري. تعرفهم يعني اكيد. اياد واحمد ومحمد كمان عايشين معنا في يعني في الاغتراب. كل التحية والاحترام. سلامات أستاذ. كيف الحال؟ كلمة لأبناء الجالية في هذه المناسبات سعيدة. كل الاحترام والجدّة في أنحاء العالم. ربنا يسر الأمور وربنا يرجعهم سالمين ونرجع لهذا الوطن الغالي حبيبي الربيب. كلمة للمراسل كمان أبو الأمين. أبو الأمين على راسه من فوق. حبيبي الله يسعدك. متابع. متابع دائما. متابع بث المباشر تاعك حبيبي. شكرا حبيبي يعطيك العافية. هاي أبو عريس. أخو؟ أخو عريس. حياك مبارك يا عم. يا ربي يا ابو الامين. وين اخوك؟ العريس ابو العريس. بدي ابو العريس كمان. مبارك مبارك. تعال كله. الو. الشاب. طبعاً أنا سعيد جداً أن أشاهد أقاربي وأحبتي وأبناء يعني وطني أني أنا أشاركهم هذه الفرحة وأقدم تهانينا باسم كل الجاليات العربية والإسلامية في بلاد الاغتراب. ألف مبارك. وإذا تسمح لي كمان أبدته عشان الناس يتبارك لك على السماحاتك. شكراً لك وحياك الله إن شاء الله فيك حبيبي. ألف مبارك. وكلمني كمان يوصل لي اياها للمغتربين. ممكن يوصل لي للمغتربين الفلسطينيين المغتربين في الشتات ان شاء الله العوده قريبا بمشيئه الله. وتطمنهم كمان انه احنا وتطمنهم واحنا بخير والحمد لله. اذا هذا اهم شيء نطمنهم انه بخير الحمد لله. صحه وسلام لله بفضل الله. ينقصنا فقط التحرير ان شاء الله قريبا. حياك الف مبارك. طبعا انا سعيد جدا اني انا التقيت ابو العريس. الف مبارك يا عمي. هذا يعني يسعدني أن أشاهد كل أحبة في هذه المناسبة. أبو العريس فارس الجيوسي. إذن فارس الجيوسي أبو أحمد هو والد العريس. والعريس أيضا اسمه أحمد فارس الجيوسي. كل احترام. ألف مبارك. يعني إحنا سعداء جدا كما ذكرت. هذه الفرصة لن تعوض. هاي شقيقي وأبنائه يقومون بأيضا أبو الزين. أبو الزين أيوة 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 أيوة. إذن كما تشاهدون ها هي قدمنا واجب التهاني وعقبال عند كل العزبيين ويحضرون أفراحهم ومناسباتهم. كل مغتربين في مسكة الرئيسية لشبكة راديو عرب الدنمارك الخاصة وبالتعاون مع ملتقى الإعلام الفلسطيني الدنمارك وربع وأيضا جمعية نادي هرسون للشباب. أبو الأمين يحييكم في 7 أكتوبر من مدينة كركرم إحدى صلاة كركرم ريم البوح. ألف مبارك. ان شاء الله ان
ان شاء الله. ابو العم بارك الله فيك. انا على طول متواصل معك ان شاء الله. الله يبارك فيكم حبايبي. سلم على كل اولادك. سلموا. الى ان ننهي ايها المشاهدين. الى ان ننهي. تعالوا تفضلوا. يعني على الكرسي واذا واحد بدوش يجي يخبرني ومشان اخسر هنا كله يعني ما شاء الله الدنيا بخير والكل مبسوط. اطمنكم فلسطين بخير. شكرا لكم حبيبي. قاعة ريم البوادي هنا ها هي الناس شاهد ما زالت منذ الساعة الواحدة إلى غاية الرابعة بعد العصر الناس تحضر لتناول وجبة الغداء وتقديم التهاني للعريس. إذن من أمام ريم البوادي قدمنا إليكم هذه التغطية ودمتم في رعاية الله وألف مبارك للعروسين تكبير ولكل ما هو يعني مر عليه. أفراح آل الجيوسي يا أبا. ألف مبارك. أفراح كرم كريم. ألف مبارك يا عمي. حياك الله. عرفني على نفسك. نهاد جلاب طول كريم. حياك الله. شو بتوصل رسالة هيك للناس هيك؟ رسالة الناس. يجي يتجوز أولادهم هون مثلا. يجي يستثمر هون فلسطين وسيعة ومنيحة وأمن وأمان ما يسمعوش في شيء شيء عنا. الحمد لله. هذا أهم شيء. شكرا جزيلا حبيبي. شو اسمك؟ وأنت؟ تالا وأنت؟ شو؟ جمانة. ريفانا. ريفانا وجوانا. شكرا أبو زين. كل احترام طبعا. صلة الرحم نزور اختي كمان في هاي المنطقة. يعني ما شاء الله اهل الخير خير يعني كل زيت وزيتون البلد.